أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع فيديوهات الطابق الهادئ المثير اللي بيخرج منه العديد من الافتتاحيات، وحنرى في هذا الفيديو جامبيت إيفانس بيقدمه لنا النجم الأمريكي اللامع بول مورفي في دورين قصيرين للغاية بيمثلوا بعض الأفخاخ في الطابق الهادئ. بعض إهداءات الفيديوهات السابقة: هتلان فهد، حمودي العامر، محمد حامد، ميدو بيك، وهيب مدريد، سجاد ليس، محمد شيراح، ميلاد قرة جلالي، وذكرت اسمك يا ميلاد، مينا بهريم، مستر صابر، مصطفى محمد، ماجن جلان، منير ونيس، فيلو باتير سمير، أحمد شحرور، أسان النصري، ماجن جلان، هاني عبد الله، رشيد أدهبي، أحمد الزامل، نعيم عبود، تجرام بتروسيان، أجربي محمد، صالح أحمدي، محمد، جريت بلاير، بريف هارت، ومستر صابر. والآن هيا نلتقي مع الدور الأول القصير الذي لعبه بول مورفي في أحد الاستعراضات المتزامنة أمام العديد من الهواء. مورفي بالأبيض وبدأ بE4، E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C3. دي النقلة المميزة للطابق الهادي، والأسود رد ببيشوب C5، وده أشهر رد على الطابق الهادي وبيسمى التفريع التقليدي. ومورفي كمل B4. الأبيض بيضحي بيدق في سبيل إبعاد الفيل عن وسط الرقعة، والفيل لو أخد الأبيض بيلعب C3 والفيل بيتراجع، وهنا الأبيض بيستطيع لعب D4 وبيسيطر الأبيض على الوسط. ودي فكرة هذه النقلة اللي بتسمى جامبيت إيفانس. على أي حال الأسود كمل بيشوب B4 والأبيض رد C3، بيشوب A5 والأبيض لعب D4، وهنا الأسود لعب بطريقة آلية النقلة نايت F6، بيعبق الحصان وفي نفس الوقت بيهدد بيدق الE4. ولكن هذه النقلة كانت السبب في خسارته، لأن مورفي كمل D takes E5 طالب الحصان، ودلوقتي الحصان لو أخذ البيدق هيخسر فورا بالنقلة Queen D5، طالب تشيك ميت على المربع F7، وكذلك طالب الحصان، والاسود هيخسر ماديا في كل التفاعلات. ولذلك الاسود هنا لعب نايت جي 4 طالب بيدق الاي 5، لكن مورفي لم يعطيه اي فرصة وكمل بيشوب جي 5 طالب الوزير. ويمكن افضل دفاع ان يعود بالحصان للمربع اي 7، والابيض هيكمل اتش 3 والحصان بيتراجع، وهنا الابيض له اكتر من رد، ربما اسهلهم هو بيشوب تيكس اتش 6 جي تيكس اتش 6، وهيكل بيادق الاسود في جناح الملك تم تدميره والملك لا يستطيع التبييت، والابيض موقفه افضل كثيرا. لكن الاسود لم يتراجع بالحصان،
وكمل بالنقلة السيئة F6، والنقلة دي بتفتح جناح الملك لأن مورفي كمل E takes F6، فاز ببيدق وبيهدد بالأخذ على المربع G7، طالب الرخ وطالب الوزير، والأسود بيرد بنايت F6، والحصان أصبح مربوط على الوزير، ومورفي لم يرحم الأسود ولعب E5. طالب الحصان الذي لا يستطيع المغادرة لأنه مربوط على الوزير، والأسود حاول الدفاع بـ H6، بيحاول يطرد الفيل ويحرر الحصان من الربط، لكن مورفي عرف طريقه للفوز بـ E takes F6 وفاز بقطعة، والأسود كمل HG5، وهنا جاءت النقلة الفائزة F takes G7. البدأ وصل للصف السابع وطالب الرخ، والأكثر من ذلك إن مربع الترقية محمي بالفيل، والرخ لا يستطيع البقاء ولا يستطيع المغادرة، ولذلك الأسود لعب Qe7 check، كش للملك وفي نفس الوقت طالب البيدق، لكن مورفي أحبط كل آماله واضطر للتسليم بعد Qe2، بيدافع عن الكش، لكن الأهم إنه بيربط الوزير على الملك، والوزير لا يستطيع أخذ البيدق، والأسود ليس لديه أي دفاع أمام أخذ الرخ أو الترقية، ولذلك سلم. ومورفي كما هي العادة فاز بكل سهولة ويسر. والآن جاء ميعادنا مع الدور الثاني لبول مورفي، وهو دور قصير لعبه في أحد الاستعراضات أمام عديد من الهواة. مورفي بالأبيض وبدأ بـ E4 E5، وهنا مورفي لعب C3. النقلة دي كانت منتشرة لأنها بتدعم لعب D4 والسيطرة على الوسط، والأسود كمل Knight F6، بينشر قطعة وطالب بيدق الـ E4، لكن مورفي تجاهل التهديد ولعب D4، والأسود كمل Knight takes E4 وفاز ببيدق، لكن مورفي استرد فورا بـ D takes E5، ومورفي عاوز يثبت بمرور الوقت إن الحصان أصبح في موقع سيء، والأسود كمل Bishop C5، طالب بيدق الـ F2 بمساعدة الحصان، ومورفي للمرة الثانية تجاهل التهديد ولعب Qe G4، طالب بيدق G7 وكذلك طالب الحصان، لكن لم يحمي النقطة الضعيفة F2، والأسود في الدور أخذ عن مربع F2 وخسر، لكن كان من الأفضل التكملة بتضحية بيدق D5، وبعد Qe G7 الرخ بيتحرك للمربع F8، ومازال الأسود مسيطر على الوسط وطالب بيدق الـ F2، وهذا التفوق بيعوض تأخره ببيدق، لكن الأسود طمع ولعب Knight takes F2 بشوكة للوزير والرخ، لكن بعد Queen takes G7 رك F8. هنا عرفنا لماذا الأسود هيخسر، لأن الحصان بتحركه من المربع E4 فقد السيطرة على المربع المفتاح G5، ومورفي بالطبع اقتنص الفرصة ببيشوب G5 طالب الوزير، والأسود في الدور دافع بالنقلة F6 وخسر، لكن حتى لو تراجع بالفيل للمربع E7 هيخسر قطعة أيضا ببيشوب E7 Queen takes E7، وبعد اختفاء الفيل أصبح الحصان بدون حماية، والأبيض بياخده وبيتفوق بقطعة وفي طريقه للفوز، ولذلك الأسود لم يتراجع إنما لعب الـ F6، وبعد هذه النقلة الأبيض بيفوز في كل التفريعات لأنه كمل E takes F6، بيهدد بتقديم البيدق للمربع F7 بكش، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير والأبيض بيفوز، والأسود لو حاول الدفاع بمجرد لعب الروك F7 الأبيض بيفوز ببساطة بQueen G8 check، والرخ لو تراجع للدفاع الابيض هيلعب F7 checkmate، بينما لو تراجع بالفيل هيترك حماية الحصان والابيض هياخده ويفوز، ولذلك في الموقف ده الاسود كمل Rook takes F6
ومورفي كمل ببساطة بيشوب تيكس اف 7 فاز بقطعة وطالب الوزير، وحتى بعد بيشوب تيكس اي 7 الفيل تراجع لحماية الوزير وترك الحصان، لكن الابيض لم يأخذ الحصان انما كان بيسعى لصيد سمين بالنقلة كوين جي 8 تشيك، ولا يوجد غير التراجع بالفيل للدفاع عن الملك، وهنا بيترك الوزير امام الفيل لمصيره المحتوم، والابيض بيفوز بوزير وفيل وكذلك حصان، ومورفي كما هي العادة فاز بجدارة وسهولة، وده كله في 10 مقالات. بالطبع مورفي لاعب خطير. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.